هنسيبكم دلوقتي ونروح لمنطقة من المناطق الهامة في الاستثمار بمحافظة القاهرة وتحويلها من الاستثمار العشوائي للاستثمار المنظم، وهي منطقة شق التعبان. محافظ القاهرة خالد عبد العال قال إن استثمارات صناعة الرخام في منطقة شق التعبان بتتجاوز 18 مليار جنيه وبتضم أكثر من 1850 مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام، وبيعمل بيها حوالي 50,000 عامل وفني، وبتواصل محافظة القاهرة تطوير منطقة شق التعبان لنقل المنطقة من اقتصاد عشوائي إلى اقتصاد منظم وتحويلها إلى مدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتنمية المنطقة الصناعية وتوفير الخدمات والدعم لأصحاب الورش والمصانع والمعارض. طبعا شق التعبان مشهورة جدا جدا جدا، وكل الناس اللي بتحتاج رخام ما بيروحوش بقى للورش، يعني الناس المدقدقة شوية ما بتروحش الورش وما بتروحش لمحلات الرخام، بتنزل تروح شق التعبان بتلاقي كل الأصناف والأشكال والألوان اللي ممكن تكون محتاجها. بتشتري طبلية كبيرة اللي هي مساحتها كبيرة وتقطع زي ما انت عايز، أو تجيب عربية تنقلها لك لغاية المكان. في اقتصاد قوي جدا في شق التعبان للرخام، فإن شاء الله يكون في تطوير لهذه المنطقة. محافظ القاهرة أوضح إن شق التعبان إحدى قلاع تصنيع الرخام في الشرق الأوسط وثالث أكبر مركز لصناعة الرخام في العالم، وتأسست مصانع الرخام والجرانيت في المنطقة منذ أوائل الثمانينات، لأنها نشأت عشوائية من دون مرافق أو خدمات أو طرق ممهدة أو تراخيص صناعية، لكن تم تفعيل إجراءات تقنين أوضاع المصانع والورش بما يهدف لزيادة الاستثمار وتطوير صناعة الرخام وزيادة الصادرات ودعم الجرانيت، فضلا عن استقرار أحوال العمالة وتوفير عائد جيد للدولة. وأشار كمان المحافظ إلى وضع رؤية مستقبلية لمنطقة شق التعبان أو شق التعبان، بما يسمح بسهولة ربطها مع مواقع المواد الخام بصحراء سيناء والصحراء الشرقية ومواني التصدير بر وبحر. وسيتم تنمية الورش المتوسطة والصغيرة خلال الفترة المقبلة. وطبقا لمحافظ القاهرة بتجرى دراسة لإقامة طريق بيصل بين شق التعبان والدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، وإنشاء مدرسة لتخريج العمالة الفنية المدربة، وإنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية وتوكيلات لمكاتب الشحن والتفريغ، إلى جانب إنشاء نقطة إسعاف واسم للشرطة كمنطقة لوجستية للارتقاء بالمنطقة كمثيلاتها العالمية. وأشار كمان إن الفترة الأخيرة شهدت توقيع بروتوكول مع جهاز الخدمة الوطنية بيتضمن إنشاء شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام القانون لإنشاء مصنع لتدوير وتصنيع مخلفات الرخام وفقا لأحدث التقنيات بالمناطق الصناعية في العالم، ودي هتكون في شق التعبان على مساحة من الأرض المناسبة بيقدمها جهاز الخدمة الوطنية بنظام حق الانتفاع، على أن تتخذ المحافظة الإجراءات القانونية لإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لهذا المشروع. بكل تأكيد حاجة زي دي مهمة جدا جدا. إيطاليا من أهم الدول مثلا اللي بتصدر الرخام، وعندها وفرة في هذه الصناعة، صناعة مهمة. لما الرخام يكون عندنا بهذه الوفرة ربنا مديهولنا، يبقى نقدر نطور، ما نسيبش الحاجات بهذا الشكل بدون ما نضايق الناس اللي شغالة هناك. احنا هنوفر لهم اماكن احسن، نوفر لهم خدمات، نوصل لهم مرافق، ونطور الصناعة دي ونكبرها. على اي حال احنا في انتظار هذه المبادرة أو هذه المشروعات في منطقة شق التعبان.